امبارح على حدود الساعه 7 تاع العشيه صبت شويه مطر، هي عباره عن امطار عابره، صبت ونشفت وجات فيها من الويدان اسمها كيما واد المدى واد السودان، حمل شويه شي حاجه اللي شكل خطر، وقمنا بامتصاص خمس تدخلات من 7 حتى 12 تاع الليل، خمس تدخلات منها ثلاث امتصاصات تاع منازل، ودرنا انقاذ ضحيه مداخل مجرى واد كان حاصل الخافق، درنا انقاذ نتاعو، وقمنا باسعاف ضحيه مغمى عليها اصيبت بصعقه كهربائيه من جراء اناره الشوارع، كما قدام بوطون تاع اناره مسوا ولا ضربات الكهرباء، ديناه للسبيطار.